السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله حبايب الشطار. هنبدأ في المحافظة رقم 13 في الهندسة اللي هي محافظة مين؟ أسيوط. بس قبل ما نبدأ حبايبي ما ننساش نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بيقول لك أجب عن الأسئلة الآتية، يسمح باستخدام مين؟ الآلة. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المحتاط. أول نقطة بيسألك على عدد الدوائر التي يمكن رسمها وتمر بطرفي القطع المستقيمة ألف باء يساوي كم؟ والله يا أستاذ لو عندي قطعة مستقيمة زي دي اسميها ألف باء، أنا ممكن نمرر عدد لا نهائي من الدوائر اللي بتمر بالطرف ألف وبالطرف باء، إزاي يا أستاذ؟ ركز معايا، ممكن نمرر واحدة كده وممكن نمرر واحدة كده وممكن نمرر واحدة كده وممكن نمرر واحدة كده وممكن نمرر واحدة كده، ولو خدت للصبح تمرر دوائر مش هتخلص، يبقى عدد الدوائر اللي بتمر بطرفيها كم واحدة؟ عدد لا نهائي. يا رب تكون وصلت، وندخل على السؤال التالي. بيقول لك إذا كان طولا ضلعين متجاورين في متوازي أضلاعهما 3 و5 سنتي، فإن محيط هذه المتوازي، ضلعين متجاورين يعني جنب بعض، يعني مثلا لو قلت ده يبقى ده، تمام، مثلا ده ب3 وده مثلا ب5، تمام يا استاذ. طيب من خواص المتوازي ان كل ضلعان متقابلان متوازيان وفي نفس الوقت متساويان، يعني ده ب5 يبقى ده ب5، ده ب3 يبقى ده ب3، محيط اي شكل بنجمع اطوال اضلاعا من بره، يبقى عندك 5 زائد 5 زائد 3 زائد 3، 5 و5 10 و3 و3 6، 10 و6 كام؟ 16، يبقى نقول له 16. وندخل على السؤال الثالث. طيب هنا بيقول لك إذا كان أ ب ج د، أ ب ج د، ده شكل رباعي دائري، يبقى خواص الرباعي متحققة، فإن قياس زاوية أ زائد قياس زاوية ج، والله يا أستاذ دول زاويتان متقابلتان، يبقى هيكون متكاملتان، يعني متكاملتان يعني مجموعهم 180، يبقى نقول له مجموعهم 180. طيب نخش على السؤال الرابع. طيب هنا في السؤال الرابع بيقول لك ألف ب ج مثلث، تمام، فيه ب ج تربيع تساوي ألف ب تربيع زائد ألف ج تربيع وقياس زاوية ب ب40، فإن قياس زاوية ج، ركز معي والله يا أستاذ، طالما مربع ضلع بيساوي مجموع مربع ضلعين فنعرف ان المثلث ده قائم الزاوية، قائم الزاوية، يبقى هنعمل مثلث قائم. طيب قائم في مين؟ والله عطيني من المثلث حرفين يتفضل واحد، عطيني ب وجيم، عطيني ب وجيم يتفضل مين؟ ألف، يبقى هيكون قائم في ألف، يبقى الزاوية القائمة نعملها في ألف. طيب مديك قياس ب وليكن دي ب ودي جيم، مديك ب بكام؟ ب40، عاوز قياس زاوية ج، والله بكل بساطة دي ب90 قائمة ودي ب40، مجموع زوايا المثلث 180، 90 و40 130، يبقى دي ب50، تمام، يبقى نقول لها ب50. وندخل على السؤال الخامس. طيب هنا بيقول لك عدد المماسات المشتركة لدائرتين متداخلتين، متداخلتين يعني جوا بعض، يساوي كام؟ طبعا عدد المماسات صفر، ليه يا أستاذ صفر؟ لان لو عملت يا استاذ مماس للدايره من جوه مش هيمس من بره، هيقطعها وليس يمسها، هيقطعها في كم نقطه؟ في نقطتين، وكده ما اصبحش مماس، قلنا عشان يمس في نقطه واحده، هو فعلا مس الدايره في من جوه في نقطه واحده لكن من بره في نقطتين، طالما مسها في نقطتين ما يعتبرش مماس، وهو عاوز المشترك، المماس المشترك يعني للكبيره والصغيره، هتعمل واحد من بره مثلا مس الدايره الكبرى في نقطه لكن مش همش الصغرى، هتعمل واحد كده هيقطع في هنا الصغرى في 2 وفي الكبرى في 2، وكده ما ينفعش مماس، يبقى عدد المماسات المشتركه لدائرتين متداخلتين صفر، تمام يا استاذ. طب متباعدتين 4، طيب متماستين من الداخل 1، متماستين من الخارج 3، تمام يا أستاذ؟ يا رب يكون وصلت، ونخش على السؤال السادس. طيب هنا في السؤال السادس بيقول لك إذا كان المثلثان المتشابهان، دول متشابهين متطابقين وفي نفس الوقت متطابقين، تمام، ف
فإن نسبة التكبير تساوي كم؟ والله يا أستاذ طالما متشابهان وفي نفس الوقت متطابقان يبقى على طول نقول نسبة التكبير واحد. ليه يا أستاذ؟ ركز معايا. طالما متشابهين يبقى في تناسب في الأضلاع وتساوي في الزوايا، يعني الثلاث زوايا في المثلث الأول تمام يساوي الثلاث زوايا في المثلث الثاني تمام، والثلاث أضلاع في المثلث الأول تمام يساوي الثلاث أضلاع في المثلث الثاني. طيب لو اعتبرنا إن الضلع ده بثلاثة يبقى ده بثلاثة، ده بأربعة يبقى ده بأربعة، ده بخمسة يبقى ده بخمسة. تعال نجيب التناسب محقق لأن بيقول لك متشابهان، الأول على الأول ثلاثة على الثلاثة، الثاني على الثاني أربعة على الأربعة، الثالث على الثالث خمسة على خمسة يساوي نسبة التكبير. 3 على 3 بواحد، 4 على 4 بواحد، و5 على 5 على الواحد. النتيجة الثابت الاضلاع ده بنسميه نسبة مين؟ التكبير. يا رب تكون وصلت وندخل على السؤال اللي بعده. طيب ركز معايا في السؤال ده، بيقول لك في الشكل المقابل اللي هو ده أ ب ج مثلث، أ ب ج مثلث مرسوم جوه دائرة، فعلا لأن رصانة الثلاثة على محيط الدائرة. قياس زاوية ب قال لك تساوي قياس زاوية ج، يبقى المثلث ده متساوي الساقين. طيب قال لك ان س منتصف الف ب وميم صاد، ميم صاد عموديه على الف جيم، طالما عموديه يبقى دي بعد، يبقى ميم صاد ده بعد. طيب اثبت ان ميم س اللي هي دي تساوي ميم صاد تساوي دي. طيب نثبت ازاي؟ ركز معايا هنستفاد من الحاجه اللي مديها لي. هو بيقول لك بما ان قياس زاويه ب تساوي قياس زاوية ج، سمي دي واحد، قياس زاوية ب تساوي قياس زاوية ج. طالما في زاويتين متساويين في المثلث نستنتج ان المثلث ده ايه؟ متساوي الاضلاع، متساوي الساقين. اذا الساق الزاوية دي قصادها الضلع مين؟ أ ب. اذا أ ب تساوي، والزاوية دي قصادها مين؟ أ ب أ ج أ ج، يبقى كده الاضلاع متساوية تمام. طيب لازم يا أستاذ كده الأوتار متساوية، أوتار متساوية. طيب طالما الأوتار متساوية يبقى لازم الأبعاد تكون متساوية، بس لازم تثبت إن ده بعد، يعني الزاوية ما بينه وما بين الوتر 90، قبل ما تقول لي أبعاد يبقى لا ده بعد، خلاص خلصنا منه لأن الزاوية عطيها للقائمة، لازم تثبت دي قائمة. نثبتها إزاي قائمة؟ هتقول لي بما أن أنت قايل لي إن س منتصف، منتصف مين؟ أ ب. طالما يا أستاذ المستقيم مارل بالمركز، ميم س مارل بالمركز وبمنتصف الوتر، نستنتج إن هيكون إيه؟ عمودي. إذا ميم س عمودي على أ ب. طالما عمودي يبقى ده عبارة عن إيه؟ بعد، ميم س ده بعد، وهو جايل لي أصلاً إن ميم ص ده بعد، وبما أن انت جايل لي ميم صاد عمودي على الف جيم، اذا هو بعد، ميم صاد الثانيه بعد. الاوتار متساوي، هتقول لي بما ان الف باء اللي انت ثابتها في الاول تساوي الف جيم، هتقول لي اوتار متساويه، اذا الابعاد هتكون متساويه، ميم سين تساوي ميم صاد، تروح جايل لي ابعاد متساويه. بس كده يا استاذ، وهو المطلوب اثباته. ونخش على السؤال اللي بعده. وهنا يا استاذ في السؤال ب بيقول لك في الشكل المقابل اللي هو ده، بيقول لك ان ه تنتمي الى أ ب، شايف أ ب ه تنتمي اليه، يعني هي موجوده عليه. طيب وه لا تنتمي الى الوتر أ ب، قطعه مستقيمه أ ب، فعلا ه مش موجوده على أ ب لكن موجوده على الشعاع الممتد. طيب قياس القوس أ ب ب110، وقياس زاوية ج ب ه، ج ب ه الخارجة 85، أوجد بالبرهان قياس زاوية ب د ج، ب د ج يعني عاوز قياس الزاوية دي. طيب كلام جميل، واحدة واحدة يا أستاذ. هنستفاد من الشكل الرباعي دائري، هنقول بما أن أ ب ج د ده رباعي دائري، رباعي دائري. في واحد يسأل يقول لي يا مستر هو ما قاليش في المسألة رباعي دائري، طالما رصانة الأربعة على محيط الدائرة بديهي رباعي دائري من غير تفكير، تمام؟ طيب
إذا قياس الزاوية الخارجة اللي هي من الخارجة، يعني إيه خارجة يا أستاذ؟ يعني جاءت على امتداد ضلع من الرباعي ومين؟ وضلع أصلي محصور ما بين الحاجتين دول اللي هي مين؟ إذا قياس زاوية جيم باء هاء الخارجة بتساوي قياس زاوية ألف دال جيم كلها اللي هي هي المقابلة للمجاورة لها، يعني السيب اللي جنبها وتاخذ الإقصاد كلها دي كلها. طب دي عاملة 85، يبقى دي كلها ب 85. 85، طيب كلام جميل. ركز معاي في زاوية ألف دال باء اللي هي الزاوية دي، دي زاوية محيطية القوس بتاعها ألف باء. هتقول لها بما أن قياس زاوية ألف دال باء دي محيطية، المحيطية تساوي نص قياس القوس بتاعها، قياس القوس ألف باء. طيب القوس ألف باء بكام؟ 110. نص المية وعشرة كام؟ والله يا أستاذ نص المية وعشرة 55. يبقى الزاوية دي 55. طب أنا جبت الزاوية دي كلها بكام؟ ب 85. تعال نشيل من ال 85 55، يتفضل الزاوية اللي هو عاوزها. إذا قياس الزاوية المطلوبة اللي هي زاوية باء دال جيم تساوي 85، الزاوية كلها نشيل منها الزاوية 55 تساوي كام؟ تساوي 30 درجة، وهو المطلوب يا أستاذ. وندخل على السؤال اللي بعده. طيب هنا في السؤال الثالث بيقول لك في الشكل المقابل اللي هو ده، ألف باء ده قطر. كلنا نعرف يا أستاذ وظيفته يا أستاذ القطر إن دايما بيقسم لي الدايرة القوسين، القوس اللي فوق القطر ده ب 180 والقوس اللي تحت القطر ده بكام؟ ب 180، لأن الحتة دي هتفيدنا. تمام يا أستاذ؟ طيب في الدائرة ميم وقياس زاوية جيم ميم دال ب 70، جيم ميم دال المركزية دي ب 70. طيب وقياس القوس ألف جيم اللي هو ده إلى قياس القوس دال باء اللي هو ده كنسبة 5 إلى 6، معناها إيه دي يا أستاذ؟ معناها إن لو القوس ألف جيم ياخد 5 أجزاء، القوس دال باء ياخد 6 أجزاء. تمام؟ طيب أوجد قياس القوس ألف جيم، هو عاوز القوس ده ألف جيم مع توضيح الخطوات. طيب كلام جميل، هنستفاد من الزاوية دي عشان تجيب القوس ده يا أستاذ لازم تجيب ده وده. طيب بكل بساطة هنقول له بما أن هنستفاد من الزاوية المركزية هنجيب القوس، إيه علاقة المركزية بالقوس بتاعها؟ والله قياس القوس اللي هو جيم دال اللي قبل المركزية دايما يساوي المركزية، يساوي قياس الزاوية المركزية اللي هي زاوية مين؟ جيم ميم دال. يبقى قياس القوس بكام؟ هيكون الثاني ب 70. جبنا ب 70، هنبدأ نستفاد من القطر. بس قبل ما نستفاد من القطر هو قايل لك ايه؟ بما ان قياس القوس الف جيم الى قياس القوس دال باء يساوي 5 الى 6، بمعنى لو القوس قياس القوس الف جيم سوالي 5 أجزاء يعني 5 س، لازم قياس القوس الثاني اللي هو دال باء يساوي كام؟ 6 س. طيب كلام جميل. وبما أن نستفاد من القطر، بما أن ألف باء قطر، نستنتج إن قياس القوس اللي فوق القطر ده ب 180، إذا قياس القوس العلوي للداء للقطر اللي هو ألف جيم باء يساوي 180. طيب تعال نجمع الثلاث أقواس ده وده وده ونسويهم ب 180. أول قوس ألف جيم، ألف جيم بكام؟ 5 س، زائد تاني قوس اللي هو جيم دال جبتها بكام؟ ب 70، زائد تالت قوس اللي هو دال باء بكام جبناها؟ ب 6 س. كل مجموع الأقواس العلوية دي ب 180، نص داير. طيب تعال نجمع 5 س و 6 س 11 س، زائد 70 يساوي 180. عد 70 عكس الإشارة، يبقى ال 11 س تساوي 180 ناقص 70 110. اقسم على ال 11 يمين وشمال عشان تخلص منها، يبقى السين تساوي 11 على 11 مع السلامة هتفضل السين، 110 على ال 11 الصفر ينزل، و11 على ال 11 فيها الكام؟ فيها الواحد. يبقى السين ب 10، هو عاوز قياس القوس مين؟ ألف جيم.
طب ألف جيم اللي هو ده قلنا بخمسة سين، طب السين جبناها بعشرة، خمسة في عشرة خمسة سين تساوي خمسة، السين جبناها بعشرة، خمسة في عشرة تساوي 50. بس كده يا أستاذ خلصنا. طب افرض عاوز القوس الثاني عبارة عن ستة سين، ستة في عشرة ب 60. تمام يا أستاذ، وندخل على السؤال بقى. طيب في السؤال بقى بيقول لك في الشكل المقابل اللي هو ده، سين وصاد، سين صاد وسين عين ممسان، سين صاد وسين عين ممسان للدائرة عند صاد ومين وعين، وصاد عين صاد عين يساوي يساوي لام عين، يساوي ده يبقى المثلث متساوي الساقين. قياس زاوية عين صاد لام، عين صاد لام دي ب 50. أوجد بالبرهان قياس زاوية سين. طيب هنستفاد من المثلث المتساوي الساقين، هنقول له بما أن أنت قايل لي إن صاد عين تساوي لام عين، إذا المثلث متساوي الساقين يبقى زاويتين القاعدة دي ودي متساويين، إذا قياس زاوية لام تساوي قياس زاوية عين صاد لام. طب عين صاد لام ب 50، يبقى لام ب 50، يبقى جبنا دي بكام؟ ب 50 درجة. طيب مش دي زاوية محيطية اللي هي لام؟ ايوه. طيب وين القوس بتاعها؟ هتقول لي صاد عين، صاد عين. هنسألك سؤال، مش زاوية سين صاد عين دي زاوية مماسية محصورة ما بين مماس وما بين وتر؟ ايوه. وين القوس بتاعها؟ برضه صاد عين. ايه علاقة الزاوية المماسية بالمحيطية اللي هم نفس القوس؟ متساويين. وبما ان قياس زاوية سين صاد عين المماسية تساوي قياس زاوية تساوي قياس زاوية لام المحيطية. طيب قياس لام ب 50، يبقى دي ب 50، سمي دي واحد، جيب دي ب 50، نقدر نجيب دي. نفس الكلام لام محيطية لها القوس صاد عين و سين عين صاد دي مماسية محصورة ما بين مماس ووتر، ايه علاقة قوسها نفس القوس؟ ايه علاقة المماسية بالمحيطية؟ متساويين. وبما ان قياس زاوية لام تساوي قياس زاوية سين عين صاد، لام دي محيطية، تساوي قياس زاوية سين عين صاد المماسية، المشتركتين في نفس القوس، يبقى الممسية الثانية دي بكام؟ ب 50. إذا الممسية دي ب 50 من مجموع زوايا المثلث. نستنتج إن قياس زاوية سين المطلوبة بتساوي 180، نشيل منهم الزاويتين اللي هم 50 و50، 100 تساوي 80، يبقى الزاوية المطلوبة ب 80. في حل تاني يا أستاذ؟ أيوة في حل تاني ممكن تستفاد من القطعتان المماستان. وندخل على السؤال اللي بعده. طيب ركز معي في السؤال 4، بيقول لك إذا كانت ميم دائرة، يبقى المركز بتاعها، لأن الدائرة دايما بنسميها بالمركز، ميم دي دائرة. تمام. طول نصف قطرها 13، يعني بعد المركز ده على نقطة موجودة على الدائرة ب 13 سنتي، يبقى ده ب 13، وبرضو النقطة دي على الدائرة يبقى ده كله 13، ودي نقطة موجودة على الدائرة وبعدها على المركز يبقى نص قطر ب 13. تمام. سنتي. ميم ألف، ميم ألف شعاع ميم ألف عمودي على لام، لام ده لو قلنا ان ده لام نسمي ده لام، ده لام، ده لام، عمود يعني الزاوية ما بين لام واللي هيتكلم عليه ده ب 90. تمام. فحدد موضع المستقيم لام بالنسبة للدائرة ميم في كل من الحالات الآتية. ميم ألف تساوي 13، نبدأ بأول حالة، تعال نقارنها بنص القطر. والله ميم بعد المركز على نقطة ألف بتساوي 13، طب ما نص القطر ب 13، معنى ذلك إن ميم ألف تساوي نص القطر، إذا ميم ألف تساوي نق. معنى إن ميم ألف تساوي نق يعني المستقيم لام ده هيمس الدائرة، هيمس الدائرة. تمام يا أستاذ.
يبقى يا أستاذ طالما ميم ألف بعد النقطة ألف عن المركز سوت لي نص القطر نق، فأعرف إن المستقيم لام ده ماله يمس الدائرة، هنقول له لام يمس الدائرة. تمام. طيب تعال نخش في الحالة رقم 2، ميم ألف بكام؟ ميم ألف ب10. طب العشرة دي مش أصغر من نص القطر ب13؟ أيوة، ميم ألف هنقول له أصغر من نق. ليه؟ لأن نص القطر ب13 وميم ألف ب10، يبقى أصغر منها ولا لأ؟ يبقى إذن لام يقع داخل الدائرة، يقعويا داخل الدائرة. طيب تعال نخش على الحالة رقم 3، ميم ألف من ذلك بكام؟ تساوي 15. معنى إن هي تساوي 15، ال 15 أكبر من نص القطر، يبقى ميم ألف هنقول أكبر من نق، أكبر من نص القطر. ليه؟ لأن ميم ألف ب15، طب نص القطر ب13، معنى ذلك إن أكبر منه، يبقى لام تقع خارج الدائرة، يبقى المستقيم لم يقع ويا خارج الدائرة. بس يا أستاذ الأمور بسيطة، ندخل على السؤال اللي بعده. طيب بيقول لك في الشكل المقابل أ ب ج مثلث مرسوم داخل دائرة. أ ب ج فعلا مرسوم لأن رصانة ب وج ود موجودين على محيط الدائرة. بيقول لك إن ب د ممس للدائرة عند ب، مس الدائرة عند ب. تمام. طيب س تنتمي إلى أ ب، يعني س موجودة على أ ب. طيب وص تنتمي إلى ب ج، تمام، يعني موجودة على ب ج. حيث س ص، س ص يوازي مين؟ د ب أو ب د. اثبت إن الشكل أ س ص ج، أ س، تعال نحدده، أ س ص ج، ده رباعي دائري. طيب كلام جميل، بص معايا يا أستاذ، دايما لما يكون عندك توازي استفاد منه. إزاي يا أستاذ نستفاد منه؟ أول ما يديك توازي في أي مسألة دور على ثلاث حروف، يا إف يا يو يا زد. طيب ومن الواضح يا أستاذ إن عندنا حرف مين؟ حرف الزد. طيب هنقول له هنستفاد من التوازي، بما أن أنت قايل لي س ص يوازي ب د. طيب ده يوازي ده، وده اللي موصل ما بين الضلعين المتوازيين، يبقى الزاوية دي المحصورة ما بين التوازي الأول والقاطع تساوي الزاوية دي المحصورة ما بين التوازي الثاني والقاطع. فلو سمينا دي واحد ودي اتنين، يبقى واحد تساوي اتنين. إذن قياس زاوية ب س ص، ب س ص تساوي قياس زاوية د ب س، د ب س، سمي دي واحد. يبقى كده أنا ثبتت إن زاوية واحد تساوي زاوية مين؟ اتنين. طيب كلام جميل. د ب ألف مش دي زاوية مماسية؟ لأن محصورة ما بين مماس ووتر. طيب ركز معايا، هنقول له بما أن قياس زاوية د ب ألف أو د ب ألف المماسية لها القوس ب ألف أو ألف ب. طب مش زاوية ج اللي هنسميها ثلاثة، زاوية ج دي زاوية محيطية لها نفس القوس ألف ب، طب إيه علاقة الممسية بالمحيطية اللي لهم نفس القوس؟ متساويين، يبقى تساوي قياس زاوية ج المحيطية، يبقى ممسية تساوي محيطية، سمي دي اتنين. يبقى كده يا أستاذ أنا ثبت واحد كد اتنين ورجحت ثبت واحد كد تلاتة، يعني اداني بالأرقام عشان تفهمها. واحد لو كان بخمسين ثبتها كد اتنين، يبقى اتنين هتكون بخمسين. رجحت تاني من الممسية والمحيطية ثبت إن واحد تساوي تلاتة، يعني واحد افتراضا بخمسين يبقى التلاتة بخمسين. هنسألك سؤال، إيه علاقة التلات زوايا ببعض على كده؟ متساويين صح ولا لا؟ إذن من واحد واتنين ينتج أن زاوية زاوية اتنين تساوي زاوية تلاتة. إذن قياس زاوية اتنين اللي هي باء س ص تساوي قياس زاوية ثلاثة اللي هي زاوية ج. كده يا أستاذ أنا ثبت إن زاوية خارجة عن الرباعي تساوي المقابلة للمجاورة لها، يعني سيب اللي جنبها وخد لك صالة. تمام.
تمام. يبقى إذن الشكل ألف سين صاد جيم رباعي دائري. يا رب تكون وصلت وفهمت، وندخل على السؤال اللي بعده. طيب هنا في السؤال 5 بيقول لك في الشكل المقابل اللي هو ده، دائرة مركزها ميم، المركز دايما الدائرة بنسميها بالمركز، تمام. قياس زاوية ميم ألف جيم، ميم ألف جيم اللي هي دي ب25، قياس زاوية ميم باء جيم ب45، ميم باء جيم دي ب45. أوجد مع البرهان قياس زاوية ألف ميم باء، ألف ميم باء يعني الزاوية دي. طيب ركز معاي، هنستفاد نبدأ في المثلث ده نجيب الزاوية دي، ونبدأ برضو في المثلث ده ونجيب الزاوية دي. طيب تعالى واحدة واحدة، هتقول لي بما أن ميم ألف تساوي ميم جيم أنصاف أقطار، أقطار وأنصاف الأقطار مالها متساوية، يبقى المثلث ألف ميم جيم متساوي الساقين، يبقى زوايا القاعدة متساوية. إذن قياس زاوية ألف تساوي قياس زاوية ألف جيم ميم، ألف جيم ميم. طب ألف ب25 يبقى دي ب25، يبقى نقول لها دي ب25. نفس الكلام نروح للمثلث الثاني، هنقول لها بما أن ميم باء تساوي ميم جيم أنصاف أقطار، أقطار. طيب نستنتج إن الزاوية دي تساوي الزاوية دي، إذن قياس زاوية باء تساوي قياس زاوية باء جيم ميم، باء جيم ميم. طب باء ب45 يبقى دي ب45. نقدر نجيب زاوية جيم كلها؟ أيوه، زاوية جيم كلها بكام؟ ب70، 25 و45 70. إذن قياس زاوية جيم تساوي 25 زائد 45 تساوي 70. طيب هو عاوز زاوية إيه؟ ألف ميم باء، دي زاوية مركزية لها القوس ألف باء. طب مش زاوية جيم زاوية محيطية ولها نفس القوس؟ أيوه. إيه علاقة المحيطية بالمركزية؟ المحيطية نص المركزية، يعني المركزية ضعفة. يبقى نقول له إذا ميم ألف، شيل الميم خالص، إذا قياس زاوية ألف ميم باء المركزية تساوي نص، اثنين وليس نص، اثنين من قياس الزاوية ألف جيم باء المحيطية، تمام. يعني تساوي 2 في 70 تساوي 140. يبقى الزاوية المطلوبة بكام؟ 140. ونخش على السؤال اللي بعده. طيب ركز معي في السؤال ده، سؤال بسيط، أنا عارفة خفت منه بس والله سؤال بسيط خالص. بيقول لك في الشكل المقابل اللي هو ده، ألف ب ج د، ألف ب ج د ده شكل رباعي يعني في 4 أضلاع، مرسوم داخل دائرة تقاطع قطراه فيها، القطرية اللي لما صبعت في النقطة، تمام. رسم س ص س ص مماس للدائرة عند ج، تمام، حيث س ص يوازي ب د، س ص يوازي ب د. طيب اثبت ان المثلث ب د ج، ب تعال نحدده، ب د جيم متساوي الساقين، عشان نثبت ان متساوي الساقين لازم نثبت ان زاويتين في متساويين. طيب تعال نثبت الاول ونروح للمطلوب الثاني بعدين. هنقول له بما ان الامور بسيطه، بما ان هنستفاد من التوازي، هتقول لي س ص المستقيم س ص يوازي ب د، تمام. طالما الاوتار يا استاذ متوازيه، يبقى نستنتج ان الاقواس المحصوره متساويه. طول ما عندك توازي نستنتج ان الاقواس المحصوره مالها متساويه. طب الاثنين دول بيحصروا انهم قوسين؟ القوس ده ما بينهم والقوس ده، صح؟ يبقى القوسين دول متساويين. اذا قياس القوس ب ج يساوي قياس القوس د ج، تمام. طول ما عندك توازي يبقى الاقواس المحصوره ايه؟ متساويه. طيب هنسألك سؤال، الزاوية دي اللي هي د، وين القوس بتاعها؟ امشي على الأطراف، هتقول لي ب ج. طب والزاوية دي وين القوس بتاعها؟ هتقول لي د ج.
طب انا ثابت ان الاقواس متساويه، يبقى نستنتج ان الزوايا هتكون ايه؟ متساويه. هنقول له بما ان اذا قياس زاويه ب د ج، ب د ج تساوي قياس زاويه د ب ج، د ب ج. تمام. طيب كده انا ثبتت ان كم زاويه في المثلث دي؟ هتقول لي اقواس متوازيه. طالما انا ثبتت ان الزاويه دي هي الزاويه دي، لان اقواسهم متساويه يبقى الزوايا بتاعتهم متساويه، صح ولا لا؟ طول ما الاقواس متساويه نستنتج ان الزوايا هي متساويه. كده انا ثبتت ان زاويتين في المثلث متساويين، اذا المثلث ماله؟ اذا المثلث ب د ج ماله؟ متساوي الساقين. وصلت اول مطلوب؟ طيب نخش على المطلوب الثاني. ركز معايا، انا ثبتت ان دي كد دي عشان مش هنرجع لها الحته دي ثاني. طيب ركز، يبقى انا ثبتت ان دي من المطلوب الاول تساوي دي، ماشي؟ طيب ركز معاي، هو تاني حاجه بيقول لك هي المطلوب الثاني، اثبت ان ب ج من ب ج، حدد ده اللي هو ده، تحديده مهم، التحديد مهم. ب ج يمس الدائره المره برؤوس انهي مثلث؟ هيتحدد الثاني، ا ب ج، ا ب ه، ا ب ه يعني ده، حدد لي. طيب على الاقل يا استاذ، علشان نثبت ان ده مماس، على الاقل ان نثبت ان زاويه التماس ما بين المماس اللي عاوز نثبته والوتر بتاع المثلث اللي عاوز نثبته تساوي الزاويه البعيده في المثلث اللي انا عاوز نثبته. يعني شايف الوتر ده عليه زاويتين، سيبهم. الوتر بتاع الزاويه المماسيه عليه زاويتين، سيبهم، خليك في البعيده دي، عاوز نثبتها زي دي. طيب كلام جميل. مش أ ب ج د شكل رباعي دائري؟ هتقول له بما أن أ ب ج د ده رباعي دائري. رباعي دائري لأن رصانة الأربعة على محيط الدائرة من غير ما يقول لك. طيب مش دول يا أستاذ زاويتان في الرباعي الدائري ليهم نفس متساوية، دول زاويتان على الرباعي الدائري ليهم نفس القاعدة في اتجاه واحد، هما الاتنين باصين لأعلى، وده رباعي دائري يبقى متساويين ولا لأ؟ يبقى هنسمي دي 3، يبقى زاوية 2 تساوي زاوية 3. إذا قياس زاوية 2 اللي هي ب أ ج، ب أ ج تساوي قياس زاوية 2 اللي هي ب د ج. تمام؟ ركز معايا. يبقى كده أنا ثبت 3 تساوي 2، زاويتان في الرباعي الدائري متساويتان ومرسومين في على قاعدة واحدة وفي اتجاه واحد، يبقى متساويين ولا لا؟ متساويين. طيب ركز في الاول، في المطلوب الاول ثبتت ان واحد هو ده، مثلا افتراضا ان واحد ب50 ثبتت يساوي 2 يبقى 2 ب50. رجحت ثاني ثبتت ان 3 تساوي 2، طب 2 ب50 يبقى 3 ب50. يبقى ايه علاقه الثلاث زوايا ببعض؟ متساويين، خمسينات خمسينات. اذا قياس زاويه واحد اللي هي زاوية التماس اللي هي د ب ج، د ب ج تساوي زاوية 3 اللي هي ب أ ج، ب أ ج. إذا ب د مماس ب ج وليس د مماس. بس كده يا أستاذ ثبتت إن زاوية التماس كد الزاوية البعيدة في المثلث اللي هنشتغل عليه، يبقى ب د مماس، وبكده يكون خلصنا الامتحان. الناس المميزة اللي وصلت معي للنهاية، ما تنسوش يا أبطال تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان أول ما ينزل فيديو يوصل لك أنت أول واحد، لأن بإذن الله هنكمل مع بعض في ثانوي بإذن الله تعالى. فعل أهم حاجة زر الجرس، لأن لو اشتركت في القناة من غير ما تفعل زر الجرس مش هتوصلك حاجة. تمام؟ يا رب يا رب تفرحوني كده في نهاية الترم، في نهاية السنة، وقلنا مستر احنا قفلنا مادة الرياضة. تمام؟ وتفرحون وتفرحوا أهاليكم في الآخر، ما تنسوش تدعوا له وتدعوا الوالدة الله يرحمه. السلام عليكم.